بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. كله سمعني؟ مستر. تمام. النهاردة بنشرح الدرس 1.3 multiples اللي هو الضرب. في exercise 1.3 بقولي write down the first 6 multiples of 7. يعني عاوز جدول ضرب 7 الست أرقام الأولى اللي هي 1 و2 و3 و4 و5 و6. 7 by 2 equal 14. 7 by 3 equal 21. 7 by 4 equal 28. 7 by 5 equal 35. 7 by 6 equal 42. كله سمعني دلوقتي؟ في نمبر 2 بقول لي list the first 4. نخلي بالنا هنا من كلمة 4 multiples of each of these numbers. يعني عاوز جدول ضرب أول 4 أرقام من كل رقم من الأرقام التالية. الـ 5 والـ 9 والـ 10 والـ 30 والـ 11. فهنا 5 by 1 equal 5. 5 by 2 equal 10. 5 by 3 equal 50. 5 by 4 equal 20. عندي في letter B عاوز جدول ضرب 9. يبقى 9 by 1 equal 9. 9 by 2 equal 18. 9 by 3 equal 27. 9 by 4 equal 36. برضو عاوز جدول ضرب 10. أول 4 أرقام. 10 by 1 equal 10. 10 by 2 equal 20. 10 by 3 equal 30. 10 by 4 equal 40. برضو هنا بالنسبة لل 30. 30 by 1 equal 30. 30 by 2 equal 60. 30 by 3 equal 90. 30 by 4 equal 120. آخر رقم عندي اللي هو 11. 11 by 1 equal 11. 11 by 2 equal 22. 11 by 3 equal 33. 11 by 4 equal 44. كله فاهم معايا دلوقتي؟ تمام. عندي هنا في question number 3 بقول لي find the fourth. نخلي بالنا هنا هو كان في number 2 كان بقول لي list the first 4 multiples يبقى أول 4 أرقام، لكن هنا قال لي إيه find the fourth multiple يعني الرقم الرابع لما نضربه by 6، يعني 6 by 4 و 12 by 4 21 by 4 15 by 4 32 by 4. فهمنا الفرق دلوقتي بين number 2 أو number 3. ماشي. يبقى في number 2 عاوز list the first 4 multiples يبقى ضرب 4 أول 4 أرقام، لكن بالنسبة لي number 3 بقول لي find the fourth يعني عايز الرقم الرابع بس. يبقى هنا هنضرب 6 by 4 تديني كام؟ 24. 12 by 4 هتديني 48. 21 by 4 هتديني 84. 15 by 4 هتديني 60. وعندي الأخيرة 32 by 4 تديني 128. كله فاهم دلوقتي الفرق ما بين نمبر 2 ونمبر 3؟ يبقى في نمبر 2، نمبر 2 عاوز أول 4 أرقام، لكن بالنسبة لنمبر 3 عايز الرقم الرابع بس. عندي في نمبر 4 بقول لي 35 is a multiple of 1 and 35، يعني ال 35 equal 1 by 35. طيب and of two other number، في رقمين تانيين نضربهم في بعض يدوني 35.
What are the other two numbers؟ ايه هم الرقمين التانيين؟ عندي هنا الرقمين التانيين اللي هو ال 5 by 7 يدوني برضو ايه 35، وعندي ال 1 by 35 برضو يدوني 35. عندي في question number 5 بيقول لي the 17th multiple of 8 is 136. المثال ده محتاج معانا نركز فيه شوية. بقولي the 17th multiple of 8 is 136. يبقى لو أنا ضربت عملت multiplication اللي هي 17 by 8 هتديني 136. طب إيه المطلوب في المسألة؟ قال لي what is the 18th multiple of 8؟ يعني لو ضربنا 18 by 8 تديني كام؟ عندي هنا عندي 8 by 17 بتديني 136 زي ما هو عطيني هنا في المسألة. طب what is the 18th multiple of 8؟ ايه هو لو انا ضربت 8 by 18؟ عندي هنا 8 by 17 تديني 136. ده شيء given في المسألة. 8 by 18 equal هتبقى عبارة عن 8 by 17 plus 8. فاهمين معايا الحتة ديت ولا مش واضحة؟ صراحة قوية يا مستر. يبقى أنا عندي 8 by 17 هتديني 136 ديت عطاني في المسألة. طيب what is the 18th multiple of 8؟ لو ضربت 18 في 8 تديني كام؟ عندي 8 by 18 عبارة عن 8 by 17 اللي هي 136 plus 8. لو أنا عملت addition 136 plus 8 هتديني 144. جه في الجزء الثاني في letter B قال لي what is the 16th multiple of 8؟ يعني لو ضربت 16 في 8 تديني كام؟ طب ايه العلاقه دي؟ يبقى انا عندي 8 باي 17 هتديني 136. طيب لو احنا عملنا سبتراكشن 8 عشان تبقى 8 باي 16 عباره عن 8 باي 17 اللي هي 136 ماينس 8 تديني 128. واحد هنا يقول لي انا ممكن في الامتحان اعمل multiplication 8 by 18 وممكن اعمل 8 by 16 دايركت. خلاص لا، هو عاوز في الامتحان يحل بمعلوميه المعلومات اللي اديها لك. بمعنى ايه؟ ان انا عندي ايه العلاقه between 17th multiple of 8 و 18th multiple of 8 و 16th multiple of 8؟ يبقى لابد ان انا احط العلاقة الاساسية المعطية معايا في المسألة اللي هي 8 by 17 equal 136. العلاقة الثانية اللي هي 8 by 18 عندي هنا 8 by 18 equal هنحط ال 136 اللي هي عبارة عن 8 by 17 ونعمل plus 8 تديني هنا 144. العلاقة بين 8 by 17 والعلاقة بين 8 by 16 ان 8 by 16 تعتبر 8 by 17 minus 8. 8 by 17 هتديني 136 minus 8 تديني 128. فهمنا كده الفرق ما بين الاثنين؟ مستر انا مش فاهمة. احنا هنا بنقول ايه؟ 8 by 17 مش تديني 136 واعطاني في المسألة؟ ايوه تمام. لو انا عملت بلس 8 تبقى عبارة عن 8 by 18 اللي هي تحت دي اللي هي دي شايفينها؟ ايوه. طيب 8 by 18 عبارة عن 8 by 17 اللي هي 136 بلس 8
136 بلس 8 تديني 144. طيب بالنسبة لل 16 8 باي 16 عبارة عن 8 باي 17 ماينس 8. كل الامتحانات بتتكرر فيها هذه المسألة مع اختلاف الأرقام. يبقى 8 باي 16 عبارة عن 8 باي 17 ماينس 8. 136 ماينس 8 ايكوال 128. وضحت كده يا حضرات؟ أيوه يا مستر. تمام. عندي هنا في نمبر 6 رايت داون 4 كومن مالتيبلز اوف 2 اند 3. السؤال ده بيقول ايه؟ نقول تاني رايت داون 4 كومن مالتيبلز اوف 2 اند 3. يعني عاوز اربع ارقام يقبلوا الاسم على 2 وعلى 3. عشان اجيب اربع ارقام يقبلوا الاسم على 2 وعلى 3 في البدايه المفروض ان انا بكون حافظ الجدول الضرب كويس، ولكن عشان نبسط على نفسنا المساله بنعمل جدول ضرب 2 ونعمل جدول ضرب 3. بنقول 2 باي 3 تديني 6 و2 باي 4 تديني 8 و2 باي 5 تديني 10 و2 باي 6 تديني 12 و2 باي 7 تديني 14 و2 باي 8 16 و2 باي 9 ايكوال 18 و2 باي 12 ايكوال 24. عندي جدول ضرب 3 3 باي 2 تديني 6 3 باي 3 ايكوال 9 3 باي 4 ايكوال 12 3 by 5 equal 15 3 by 6 equal 18 3 by 7 equal 21 3 by 8 equal 24. ايه الارقام المشتركة اللي موجودة ما بين الاتنين؟ يبقى common multiple ارقام تقبل الاسم على 2 وتقبل الاسم على 3. لو انا جيت ركزت في الارقام اللي موجودة معايا هنا، عندي هنا في 6 وعندي هنا في 6، في هنا 12، في هنا 12، في هنا 18، في هنا 18، في هنا 24، في هنا 24. خدت بالكم معايا حضرات دلوقتي؟ يبقى انا عندي هنا بيقول لي رايت داون 4 كومن مالتيبلز اوف 2 اند 3. يبقى عاوز اربع ارقام تقبل الاسم على ال2 وفي نفس الوقت تقبل الاسم على ال3. عندي هنا لما عملنا جدول ضرب 2 طلع الارقام اللي موجوده على يور ليفت هاند، وعملنا جدول ضرب 3 على يور رايت هاند، وبنشوف اللي هنا الفور كومن مالتيبلز، يعني الاربع ارقام اللي تقبل الاسم على ال2 وتقبل الاسم على ال3. عندي هنا شفنا ال6 وعندي ال12 وعندي ال18 وعندي ال24. فهمنا كده يا حضرات ولا حد مش فاهم حاجه في الكلام ده؟ لا فهمنا يا مستر. تمام. عندي في letter B بقول رايت داون فور كومن مالتيبلز اوف 4 اند 5. برضه هنعمل نفس الفكره، نعمل جدول ضرب 4 ونعمل جدول ضرب 5. عندي هنا لما عملنا جدول ضرب 4 ادانا الارقام اللي موجوده هنا على ايدك الشمال، وجدول ضرب 5 اللي موجود على ايدك اليمين. بنشوف هنا ايه الارقام المكرره اللي موجوده تقبل الاسم على 4 وتقبل الاسم على 5. عندي هنا هنلاقي هنا ال 20 وهنا ال 20، هنا 40 وهنا 40، هنا 60 وهنا 60 وهنا 80 وهنا 80. يبقى انا عندي هنا لما يقول لي رايت داون فور كومن مالتيبلز اوف 4 اند 5، في اللحظه دي بنعمل جدول ضرب 4 وبنعمل جدول ضرب 5 وبنشوف الارقام اللي تقبل الاسم على 4 وفي نفس الوقت تقبل الاسم على 5. هنا الاجابه يبقى 20 40 و 60 و 80. تمام كده يا حضرات؟ تمام. عندي هنا في نمبر 7
قبل ما ننزل نخش بقى في نمبر 7، في جزء بالغ الأهمية نخلي بالنا منه ونركز فيه. عندي هنا بيقول لي common multiple for two or more numbers، ده اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي، يعني أرقام تقبل على أرقام مشتركة زي الأرقام اللي كانت بتقبل على الثري وعلى التو. بس هنا قال لي في جزئية تانية and the lowest common multiples، نخلي بالنا هنا and ايه lowest common multiples والاختصار بتاعها LCM. لو انا طلعت فوق هنا تاني مثلا بالنسبة للفور والفايف، احنا قلنا هنا الكومن مالتيبل، لو قلنا 4 كومن مالتيبل فجبنا ال 20 جبنا ال 40 جبنا ال 60 جبنا ال 80، تمام كده. بس هنا في قال لي lowest common multiple، يبقى في اللحظة ديت مش هنجيب كل هذه الأرقام، نجيب أصغر رقم يقبل الاسم على 4 وعلى 5. يبقى عندي هنا 20. يطلع ال 20، برافو عليك. فهمنا يعني ايه common multiple ويعني ايه lowest common multiple؟ فهمنا يا مستر. فهمنا كده كلنا الجزئية دي. يبقى الكومن مالتيبل هنجيب أرقام كتير، يعني ال 20 وال 40 وال 60 وال 80 وممكن ال 100 وأرقام كتير. لكن لما يقول لي اللوست كومن مالتيبل أصغر رقم يقبل الاسم على ال 4 وعلى ال 5 أو على أي رقمين هو عطوهم لك، فهو نفترض إن أنا عندي ال 4 وال 5، يبقى عندي lowest common multiple أصغر رقم يقبل الاسم عليهم الاثنين اللي هو ايه؟ ال 20. طب لو طلعنا فوق هنا ولو قلنا lowest common multiple لل 2 ولل 3 أصغر رقم يقبل الاسم على ال 2 وعلى ال 3؟ ها مين معايا؟ 6. برافو. يبقى انا عندي هنا لما جينا عملنا جدول ضرب 2 وجدول ضرب 3 طلع فيه كومن مالتيبل كتير، قلنا ال 6 وال 12 وال 18 وال 24 وارقام كتير لو احنا مشينا بجدول الضرب. ولكن لما يقول لي اللوست كومن مالتيبل يعني اصغر رقم يقبل الاسم على ال 2 وعلى ال 3 يبقى هو يطلع ال 6، مفيش غيره. عندي هنا الجزئيه الثانيه، يبقى احنا قلنا كومن مالتيبل وقلنا lowest common multiple وعرفنا الفرق بينهم. عندي هنا بيقول لي common factor، common factor for two or more numbers، يعني عوامل مشتركة ما بين رقمين أو أكثر. وهنا قال في جزئية مهمة highest common factor، إيه الفرق؟ عندي هنا بنقول common factor يعني لو انا عندي جبنا مثلا رقمين، لو جينا هنا بنقول انا عندي ال 20 وعندي ال 40، لو قلنا هنا ال common factor، ال common factor between ال 20 وال 40، ايه العوامل المشتركه ما بين ال 20 وال 40؟ هنيجي هنا بنقول ال 20 عباره عن ايه؟ 1 باي 20. تديني 20 و 2 باي 10، برافو عليك. وهنقول ايه؟ 2 باي 2 باي 10 تديني 20. وعندي هنا ايه؟ 4 باي 5 تديني 20. في حاجة تانية؟ في حاجة تانية تديني 20؟ مفيش حاجة تانية تديني 20، صح؟ طيب هننزل في حد بيقول حاجة؟ ايوه يا استاذ مفيش. طيب بالنسبة لل 40 هنقول 1 باي 40 تديني 40. 10 باي 4 و 2 و 2 باي 20
تديني 40 صح؟ ايوه ايوه وممكن 5 باي 8 تديني 40 و 4 باي 10 برضه. لا ما هي 5 باي 8 5 باي 8 خلاص او 8 باي 5 هما الاثنين سيات. يبقى انا عندي هنا يبقى 1 باي 40 و 2 باي 20 و 5 باي ايه؟ 8. في حاجة تانية؟ 4 باي 10 4 باي 10 برافو عليك 4 باي 10 وهجيب كمان هنا ايه 4 باي 10 4 باي 10 جميل. هنا هنلاحظ جزئية بالنسبة لل 20 لو انا جيت هنا ركزت في ال 20 هنلاحظ هنا الفاكتور بتاعت ال 20 عبارة عن ايه؟ عبارة عن 1 وال 1 وال 2 وال 10 وال 20 برافو وال 4 وال 5 صح كده؟ اه في حد في حاجة نسيناها ولا حد مش مركز معايا؟ صح يا مستر تمام. طيب بالنسبة لل 40 هنقول ال 1 وايه تاني وال 2 وال 5 وال 8 وال 40 وال 10 وال 8 خلاص جبنا ال 10 يبقى نحط ايه ال 10 كده كله مركز معايا في الجزئيه دي مركزين يا مستر تمام. يبقى انا عندي الكومن فاكتور يعني العوامل المشتركه يبقى هنا لو قلنا الفاكتور بس وسكوت يبقى كلمة فاكتور وسكوت بالنسبة لل 20 هقول ال 1 وأقول ال 2 وأقول ال 4 وأقول ال 5 لا وفي ال 10 كمان مش احنا قلنا ال 2 مش كده؟ ال 10 وال 20 ونقول ال 20 جميل برافو كده ماشي مظبوط. يبقى بالنسبة لل 20 الفاكتور أنا بقول كلمة فاكتور ال 1 ال 2 وال 4 وال 5 وال 10 وال 20. طب بالنسبة لل 40 قلنا ال 1 وال 2 وال 5 وال 8 وال 40 وال 10 في حاجة ناسينها؟ لا تمام. طب لو قال لي كومن فاكتور لو أنا جيت عندي هنا وقال لي هنا إيه؟ كلمة كومن فاكتور هنجيب كل الارقام اللي شبه بعض ايوه برافو مالتيبليكيشنز ومن الرقمين ودول يبقوا الكومن فاكتور ازاي تمام. يبقى انا هجيب ال 1 هنا ال 1 وهنا ال 2 هنا ال 2 هنا ال 5 وهنا ال 5 هنا ال 10 هنا ال 10 والمفروض ال 20 كمان لان ال 2 باي 20 2 باي 20 يبقى هنحط هنا ال 20 والمفروض في هنا الجهه الثانيه ايه 20 صح كده لان ال 2 باي 20 هتديني 40 اه صح تمام. يبقى انا عندي ال 20 كمان ناخد ال 20 معانا يبقى هنا دي الكومن فاكتور يبقى العوامل المشتركة بين ال 20 وال 40 بس هنا في 4 نسينها وفي هنا المفروض 4 يعني 4 باي 10 هنا 4 صح؟ 4 باي 5 وهنا 4 باي 10 هتديني كام؟ صح كده معايا؟ اه يبقى في هنا المفروض ايه؟ في ال 10 صح كده يا حضرات ولا في حد مش واخد باله من حاجه؟ لا صح تمام. يبقى انا عندي هنا بنشوف الكومن فاكتور ما بين الرقمين قلنا ال 1 وال 2 وال 4 وال 5 وال 10 وال 20 طيب في ارقام هنا مش كومن
فاكتور اللي هي كان طلع ايه ال8 وال40 يبقى ال8 وال40 عند ال40 طلعناهم بره اللعبه بتاعتنا دي صح كده يا حضرات. لكن الكومن فاكتور او العوامل المشتركه ال1 وال2 وال4 وال5 وال10 وال20. طيب هو كده قلنا كومن فاكتور. طب لو قال لي بقى هايست كومن فاكتور اللي هي الجزئيه اللي تحت دي كده، لو خلي بالنا هنا قال لي هايست كومن فاكتور، في اللحظه دي نعمل ايه؟ هنمسح ده كله تاني ونرجع تاني نقول انا عندي ال20 وعندي ال40. لو قال لي هنا highest common factor هقول له ال20. 20 ال20 اكبر رقم مشترك ما بين الاثنين هو ال20، لان ال20 تقبل القسمة على 20 وال40 تقبل القسمة على 20، يبقى highest common factor اللي هي الايه؟ ال20. كله فاهم معايا كده؟ ايوه معايا. بص هو الاسم ده اللي هو المالتيبليكيشن بتقول ايه؟ الاسم ديفيجن. ديفيجن اسم ديفيجن اللي هي عامله كده، عارف ديفيجن شكلها ايوه اللي هي عامله العلامه بتاعتها كده سبتراكشن ونقطتين فوقيها وتحتيها ماشي. يبقى كلنا حضرات فهمنا الجزئيه دي بالغه الاهميه، ان احنا نعرف يعني ايه كومن مالتيبل فور تو اور مور نمبرز and the lowest common multiples. يبقى ال lowest common multiple يعني ايه؟ اصغر رقم يقبل القسمة على الرقمين زي ما قلنا ال 2 وال 3. اصغر رقم يقبل القسمة عليهم 6 صح كده؟ ايوه هي HCF معناها highest common factor. تمام highest common factor معناها هنا ايه؟ يعني اكبر رقم مشترك ما بين الرقمين. بمعنى ايه؟ يعني لو انا جبت مثلا as example، لو مثلا اكبر فاكتور ما بين أيوة. الرقمين اللي عندنا برافو. يعني انا مثلا لو قلنا 24 و40 highest common factor يطلع كام؟ highest common factor يطلع كام؟ أكبر رقم مشترك بينهم يطلع كام؟ 12؟ لا الـ 8 8 8؟ ليه؟ لأن أنا عندي هنا الـ 24 عبارة عن 3 by 8 صح كده؟ تديني 24. طيب بالنسبة للـ 40 عبارة عن ايه؟ 5 by 8 تديني 40. طب ليه انا خدت ال 8؟ عشان هي اكبر common factor. اكبر رقم لا اكبر رقم مشترك ما بين الاثنين. اكبر رقم مشترك ما بين الاثنين، يعني انا مثلا لو قلنا ال 24 ديفيزبل باي 8 ال 40 ديفيزبل باي 8، يعني 24 تقبل القسم على 8 ال 40 تقبل القسم على 8، ده الرقم المشترك. لكن ما فيش رقم اكبر كده مشترك ما بين الرقمين اللي هو ال 8 بس. فهمنا كده؟ يبقى عرفنا يعني ايه كومن مالتيبل. يبقى انا عندي هنا قلنا الكومن مالتيبل يعني رقم يقبل القسمه على رقمين او اكثر. تمام؟ طيب لكن lowest common multiple معناها اصغر كومن رقم تقدر تلاقيه في المالتيبليكيشن بتاع الاثنين. برافو عليك. يبقى بنقول تاني يبقى الكومن مالتيبل رقم يقبل على ارقام مشتركه. فبالتالي لو قلنا مثلا ال 3 وال 4
الرقم اللي يقبل الاسم عليه ممكن 12 وممكن 24 وهكذا. لكن لو قلنا lowest common multiple يعني أصغر رقم يقبل الاسم على الثري وعلى الفور يطلع عندي الايه 12. ماشي كده؟ ماشي تمام. بالنسبة للكومن فاكتور يعني العوامل المشتركة، الكومن فاكتور يعني بنقول ايه العوامل بتاعة الارقام، يعني لو قلنا 20 الفاكتور بتاعتها عبارة عن ايه ال 1 باي 20 وال 2 باي 10 وال 4 باي 5، دي العوامل او الفاكتور بتاعة الرقم 20. لكن لو قلنا كومن فاكتور لرقمين زي ال 20 وال 40 شفنا المثال من شويه وطلع ال 1 وطلع ال 2 وطلع ال 4 وطلع ال 5 وطلع ال 10، صح كده؟ لكن صح. لو قلنا كلمه هايست كومن فاكتور يعني معناها هايست كومن فاكتور يعني ايه؟ اكبر عامل مشترك ما بين الاثنين. لو قلنا عندي as example مثلا لو قلنا ال 24 وعندي ال 40 اكبر رقم مشترك ما بين الرقمين هو ال 8، لان لو جيت اختصر الرقمين دول مع بعض هيديني ال 8 بس هو اللي يقبل القسمه او هما الاثنين يقبلوا القسمه على ال 8، صح كده؟ صح. طب واحد يقول لي طب احنا بنستخدم اللوست كومن مالتيبل والهايست كومن فاكتور بنستخدمهم في ايه؟ عندي هنا هنقول امثله بسيطه جدا. بمعنى ايه؟ لو انا قلنا مثلا ال 24 زي ما قلنا دلوقتي، ولو قلنا هنحط تحتها على شكل فراكشن ال 40 ماشي، وعملنا هنا على شكل فراكشن، لما نيجي نعمل سمبليفاي ذيس فراكشن هنعمل ايه؟ في اللحظه ديت بنقول بنقسم فوق وتحت النوميريتور والدينوميريتور بنقسمهم على ال 8، يبقى انا عندي هنا ال 24 divided by 8 اديني 3 وال 40 وال 40 وال 40 divided by 8 اديني 5. يبقى احنا كده عملنا simplify للفراكشن او اختصرنا الفراكشن ده. فهمنا كده دلوقتي؟ يبقى دي كده اللي ايه؟ اللي هي ال highest common factor. يبقى ده كمثال بسيط 24 divided over 40 24 over 40. هنا بنعمل divided by 8 divided by 8 اديني 3، هنا divided by 8 اديني 5، وبالتالي الفراكشن اللي هو 24 over 40 equal 3 over 5. فهمنا كده حضرات الجزئيه دي؟ تمام. طيب الجزئيه الثانيه اللي هي lowest common multiple، يبقى عندي هنا كنا بنقول بالنسبه لل lowest common multiple بالنسبه للهايست كومن فاكتور خلاص كده وصلت بالنسبه لكم؟ وصلت يا مستر. تمام. بالنسبه لللوست كومن مالتيبل دي بتفيدنا انا في ايه؟ انا عندي هنا لو قلنا 2 اوفر 3 ولو جينا هنا قلنا بلس مثلا 3 over 12 او هنقول 5 over 12 وعايزين نعمل sub ايه او هنعمل plus يبقى كده ده دول 2 fraction وعايزين نعمل ايه plus. كله فاهم معايا دلوقتي؟ يا مستر. يا مستر.
انا عندي 2 over 3 ما اقدرش اعمل plus 5 over 12 الا لما يكون الرقمين دول زي بعض. الرقمين دول اللي هما موجودين في الدينومينيتور تحت لازم يكونوا زي بعض. طب نيجوا زي بعض ازاي؟ هنا ال 3 اخليها 12. طب اخليها 12 ازاي؟ اضرب فوق وتحت ب 4. يبقى انا عندي هنا ال 4 هضربها فوق في النوميريتور تبقى 2 باي 4 تديني 8. وعندي ال 3 باي 4 تديني 12. هنا بقى لو انا عاوز اكمل اصبحت بالنسبه لي سهله. انا عندي هنا ال 5 وعندي هنا ال 12 وعندي هنا علامه البلس موجودة بينهم. هنا ده فراكشن وده فراكشن كده أصبح سهل إن أنا أعمل إيه؟ عملية الأديشن دلوقتي. يبقى دي 12 ودي 12 يبقى أقدر أعمل الأديشن دلوقتي بسهولة. 8 بلس 5 تديني 13 أوفر 12. فهمنا كده يا حضرات بنستعملها في إيه؟ اللوست كومن مالتيب. طب واحد يقول لي أنت خليتها 12 ليه؟ لأن ال 12 هنا تقبل الاسم على الاثنين، تقبل الاسم على ال 12 وتقبل الاسم على ال 3. يبقى ضربنا الفراكشن ده في النوميريتور والديموريتور ضربناهم في ال 4 بقت 4 باي 2 تديني 8 و 4 باي 3 تديني 12. هي هي هنا 8 اوفر 12 بلس 5 اوفر 12 بنجمع اللي فوق ال 8 بلس 5 تديني 13 وهنا ال 12 بنحطها زي ما هي تديني 13 اوفر 12. فهمنا يعني ايه الكومن مالتيبل ويعني ايه اللوست كومن مالتيبل ويعني ايه كومن فاكتور ويعني ايه هايست كومن فاكتور. في حد مش فاهم كله فاهم دلوقتي؟ كل حاجه حضرتك كتبتها شرحناها فهمناها. تمام. هنا بنخش على يعني بعض تطبيقات صغيره كده نشوف احنا فاهمين ولا لا. بقول لي هنا ايه؟ رايت 3 مالتيبلز فور ذا نمبر 7. يعني عاوز ايه؟ اي ثلاث ارقام من جدول ضرب 7. ممكن نقول 7 باي 1 ايكوال 7، 7 باي 2 ايكوال 14، 7 باي 3 ايكوال 21. ايوه تمام. في نمبر 2 3 كومن مالتيبلز فور ذا نمبر 6 اند 10. ماشي. اقرا. Write these common multiples for the numbers 6 and 10. عاوز ال common يعني هنا هنجيب جدول ضرب 6 وجدول ضرب 10 ونشوف الارقام المشتركه تقبل الاسم على ال 6 وعلى ال 10. طبعا هنا اصغر رقم يقبل الاسم على 6 وعلى ال 10 اعتقد ال 30 صح؟ ايوه. يبقى انا عندي هنا ايه؟ هو عاوز هنا ايه؟ 3 كومن. يبقى هنحط ال 30 ونحط المضاعفات بتاعتها اللي هو ال 60 ونحط ال 90. في ارقام اصغر من كده تقبل القسمة على ال 6 وعلى ال 10؟ لا. تمام. بعد كده بقول لي نمبر 3 رايز 3 كومن مالتيبلز فور ذا نمبر 2 و7 واند 10. يعني عاوز برضو ارقام مشتركه لل2 وال7 وال10. برضو بنعمل جدول ضرب 2 وجدول ضرب 7 وجدول ضرب 10 بنشوف الارقام المشتركه بينهم. اعتقد هتلاقيها مثلا ال70 وال140 و210 صح كده؟ معايا كله ولا محدش جاب الارقام؟ معاك يا مستر. بالتالي كده السؤال ده كده واضح كله. نعدي بقى على الجزئيه اللي بعدها. هنا برضو بيقول لي رايت مالتيبلز ذا مالتيبلز فور ذا نمبر 3 اب. خلي بالنا من المصطلح ده بيقول ايه؟ اب تو 63. يعني عايز نكتب المالتيبلكيشن تيبل بتاع 3 لغايه ما نوصل لرقم 63. تمام. اللي بعده نفس النظام بس بالنسبه لل7. يبقى 7 لغايه 63.
كل الجزئيات دي كده تطبيقات على الجزئية اللي فاتت. خلاص فهمنا. 7 باي 9. ايوه برافو عليك. بس هنقول 7 باي 1 7 باي 2 7 باي 3 7 باي 5 لغاية 7 باي 9. بس ده الإجابة يعني 9. تمام. هنرجع بقى نشوف الكومن فاكتورز for two or more numbers and the highest common factor. ديت اللي احنا لسه قايلينها ودي تطبيقات عليها. هو السؤال بيقول ايه؟ السؤال بيقول ايه؟ find three common factors for 12 and 20. يعني ايه الكومن فاكتور؟ يعني 8 by 1 يعني و 2 by 4. انا عندي هنا ال 8 عباره عن ايه؟ 1 by 8 1 by 8 8 equal 8. وعندي 2 by 4 8 ايكوال ايه؟ بس بالتالي دي كده الارقام بتاعت الايه؟ صح؟ تمام. طيب بالنسبه لل 16 هنقول برضو 1 باي 16 8 باي 2 ماشي 8 باي 2 هنقول 2 باي 8 ماشي او 8 باي 2 سيان هما الاثنين واحد اديني 16 و 4 باي 4 و 4 باي 4 الكومن فاكتورز يبقى واحد تمام اتنين واربعة بس وتمانية وتمانية برافو عليك. يبقى ايه الكومن فاكتور هنا؟ يبقى هو قال لي هنا ايه؟ find three common factor four eight and 16. يبقى هو الكومن فاكتور اللي هي العوامل المشتركة يطلع ال 1 يطلع ال 2 يطلع ال 4 يطلع ال 8. يعني يا مستر الرقمين اللي احنا بنضربهم مع بعض عشان نطلع الاجابه دول بيبقى اسمهم فاكتورز. ايوه يبقى ال 8 دي فاكتور وال 1 دي فاكتور وال 4 وال 2 دي فاكتور وال 16 دي فاكتور. دي كلها بنقول عليها فاكتورز. فهمنا كده؟ تمام. ده من ضمن الاسئله الجميله قوي اللي بتيجي برضو. بقول لي complete the following table as the example. واعطيني هنا مثال للحل. هنا الديفيجن اوبريشن اعطيني هنا 65 ديفايدد باي 4 هتديني 16 وريمندر 1 يعني يتبقى واحد. هنا قال لي ايه؟ 65 از نوت ديفيزبل باي 4 يعني ال 65 لا تقبل القسم على 4. هنشوف اللي بعدها ال 57 ديفايدد باي 7 تديني كام؟ أنا عندي 8 باي 7 تديني 56 صح؟ 7 باي 8 تديك 56 تمام. وفي ريميندر 1 مفيش في ريميندر 1 أيوه صح؟ برضه هنا هنقول إيه؟ ال 57 is not divisible by 7 يعني ال 57 لا تقبل القسم على 7. طيب ال 21 divided by 3 equal 7. طب في ريميندر؟ لا زيرو زيرو. يبقى كاتبين 21 is divisible by 7 by 3. برافو عليك 10 على 10. برضه اللي بعديها بيقول لي ايه؟ 75 divided by 9. انا عندي 8 by 9 equal 72. ايوه 8 by 9 يكون 72 وهيبقى ريميندر 3. ايوه هيبقى عندنا ريميندر 3. يبقى هنا هنكتب وهنروح كاتبين 75 is not divisible by 9 by 9. برافو عليك اكسلنت 10 على 10. الجزئيه دي كده كده عرفناها. نرجع بقى لتماريننا اللي موجوده عندكم في الكتاب. بيقول لي find the lowest common multiple. بالتالي احنا فهمنا يعني ايه lowest common multiple صح؟ ايوه. for each pair of numbers ال 4 and 6 يعني عاوز ايه؟ اصغر رقم يقبل الاسم على ال 4 وعلى ال 6 يطلع الايه؟ ها؟ على ال 4 وال 6 يبقى 12 هو اصغر رقم لانه قال لي ايه؟ lowest common شايفينها؟ lowest common multiple يعني اصغر رقم يقبل الاسم على ال 4 وعلى ال 6 مفيش اصغر من ال 12. طيب لو جينا هنا قلنا
lowest common multiple 4 5 and 6 اصغر رقم يقبل الاسم على ال 5 وعلى ال 6 اللي هو 30 تمام. طيب lowest common multiple لل 6 وال 9 يبقى 18 يبقى 18 لان انا عندي 3 by 6 equal 18 و 2 by 9 equal 18 تمام. قال لي هنا ال 4 وال 10 4 by 5 equal 20 و 10 by 2 equal 20 يعني 20 يبقى انا عندي ال 20 هو lowest common multiple يعني اصغر رقم يقبل الاسم على ال 4 وعلى ال 10 اللي هو ال 20. طب هنا lowest common multiple لل 9 وال 11 هي 99 ليه علشان 9 باي 11 ايكوال 99 و 11 باي 9 ايكوال 99. برافو. في حد مش فاهم حاجه في الجزئيه دي؟ لا مش الجزئيه دي سهله جدا الحمد لله. نمبر 8 يينغ واز بلانينج هاو تو سيت جيستس ات ا دينر ذير وير between 50 and 100 people coming. Ying noticed that they would be seated with 8 people on a table and no seats left empty. She also noticed that that they would be seated with 12 people on a table with no seats left empty. How many people were coming? هنا في number 8 بولي يانغ was planning how to seat justice at a dinner. يبقى يانج دي بتخطط لايه؟ ان في ضيوف جايين لها هيقعدوا على مقدره ايه؟ الطعام. There were between 50 and 100 people coming. يبقى اللي هيجي ما بين 50 وال 100. اوكي. يانج noticed that they could be seated with 8 people to a table. لو قعدوا كل 8 على ترابيزه. And no seats left empty. مش هتلاقي ترابيزات فاضيه. She also noticed that they could be seated with 12 people. لو هم قعدوا 12 كل 12 على ترابيزه to a table with no seats left empty مش هتلاقي فيها كراسي فاضيه. How many people were coming؟ هنبقى عاملين 8 multiplied by 12. طيب نخلي بالنا هنا من جزئيه ان الناس اللي هتيجي between 50 and 100. اوكي. طيب لو عملنا جدول ضرب 8 هيبقى نو ريميندر مش هتلاقي فاضي صح؟ او هيتبقى. قال لك هنا ايه؟ لو قعدناهم ثمانيات يبقى نو سيتس ليفت امتي مفيش ايه؟ كراسي هتبقى فاضيه. طيب لو قعدناهم 12 مش هتبقى فيه كراسي فاضية. اذا هنا عايز جدول ضرب 8 وجدول ضرب 12 ونشوف ايه الارقام المشتركة ما بين ال 8 وال 12 وفي نفس الوقت between 50 و 100. مش هنعمل عن ال 100. برافو. او هننزل عن ال 50. يبقى انا عندي هجيب جدول ضرب 8. 8 باي 7 تديني 56. 8 باي 9 تديني 72. 8 by 11 تديني 88. 8 by 8 تديني 64. 8 by 10 تديني 80. 8 by 12 تديني 96. كده كل الجدول ضرب 8 between 50 and 100. And 100. يبقى ده كله جدول ضرب 8 between 50 and 100. هنيجي نشوف الرقم الوحيد اللي يقبل على 12 ويقبل على ال 8 اللي هو عباره عن ها مين معايا؟ عباره عن 8 باي 12. مفيش رقم تاني يقبل على ال 8 وعلى ال 12 الا ال 96. ده كنا بنقول عليه ايه في المصطلحات اللي كنا بنقولها من شويه؟ lowest common multiple صح؟ كنا بنقول عليه ايه؟ lowest common multiple يعني اصغر رقم يقبل الاسم على الرقمين صح كده؟
صح مستر. يبقى انا عندي ال 8 باي 12 تديني 96. يبقى انا عندي هنا how many people were coming، كام واحد هيجوا؟ يبقى 96. الاجابه بتاعت السؤال. في حد مش فاهم حاجه في الجزئيات دي؟ فاهمين يا مستر؟ تمام. لا فاهمين يا مستر. بنشوف بقى هنا في السؤال الأخير اللي هو number 9. مايا has a large bag of sweets. طيب هنقول هنا في number 9 بيقول لي مايا has a large bag of sweets، يعني مايا معاها ايه؟ شنطة كبيرة، شنطة ضخمة من الحلويات. مايا بتقول if I jar the sweets equally among، لو مايا قسمت الحلويات دي على 2 او على 3 او على 4 او 5 او 6، ايه اللي هيحصل؟ people. يبقى if I charge the sweets equally among 2, 3, 4, 5, or 6 people there will also be one sweet left over، يبقى هيتبقى قطعه حلويات واحده. What is the smallest، شوف هنا بتقول ايه؟ What is the smallest number of sweets there could be in the bag؟ كم أقل عدد ممكن؟ هنا هنقول إيه؟ هنحط الـ 2 والـ 3 والـ 4 والـ 5 والـ 6. طيب عندي هنا الأرقام دي كلها أنا هنسخها تحت تاني. طيب بننسخها تحت ليه؟ عشان نوضح إحنا بنعمل إيه بالظبط. فأنا حطيت الأرقام كلها تاني. أنا عندي الـ 2 والـ 3 إيكوال 6، يبقى نشيل الـ 6. تمام. خلي بالنا في النوعية دي من المساء. وعندي الـ 2 موجودة من ضمن الفاكتورز بتاعت الـ 4. ممكن نشيلها. تمام. اتبقى عندي الـ 3 مش موجودة في كله، يبقى الـ 3 مش موجودة، الـ 4 مش موجودة، الـ 5 مش موجودة. يبقى أنا حللتها، عملت لها فاكتورايز وحللتها الثري والفور والفايف، ما اقدرش اختصر اكتر من كده. هنضرب بقى نعمل مالتيبليكيشن، 3 باي 4 باي 5. 3 باي 4 تديني 12 باي 5 تديني 60. مش هو قال لي في 1 سويت 61؟ مش هو قال لي 1 سويت ليفت اوفر هيتبقى واحده، يبقى 60 نزود لها نقول بلس 1 تديني 61. اخد انا بقى الون سويت يا كولا ومش هيبقى عندنا غير 60. انا عندي 61 هنا، لما نقسمها على 2 تديني 30 وفي ريميندر 1، صح؟ لو قسمتها على 3 تديني 20 وفي ريميندر 1. ايوه. لو قسمتها على 4 تديني 15 وريميندر 1. صح. لو قسمتها على 5 هتديني 12 وبرضه ريميندر 1. لو قسمتها على 6 هتديني 10 وبرضه ريميندر 1، يبقى انا كده حليت صح. تمام. تمام كده؟ يبقى انا عندي what is the smallest number of sweets there could be in the bag، اصغر رقم ممكن يكون موجود في الشنطه، يبقى اللي هو ايه؟ 61. في حد مش فاهم حاجه دلوقتي؟ لا. كله فاهم؟ لغايه هنا بقى بنشكركم، بشكركم كلكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه. وعليكم السلام. مع السلامه.